السلام عليكم، انا سميتي السيده ناديه، الام ديال منار اللي في عمرها 16 عام. تفاجئنا بهذا السيد اولدي، جينا تفاجئنا كيتصلوا بها البنات كيقولها شوفي دخلي التليفون شوفي الفيسبوك اش فيه. ملي شاف داكشي البنت نهارت، شنو دار البنت؟ هز تصويرتها ملي كانت ضعيفه وتصويرتها ملي غلطت، كيقول لها واحد الهضره خايبه، شوفي كي كنتي كي وليتي لدرجه البنت، ولاو كلشي كيبارطاجي وصلت البنت الالف والزياده. ها كي كنتي كيقول لها شربتي الفاني الدردق، كان كيقول لها كليتي هذا الشيء، كيقول لها كليتي شو السمعه ديال بنتي. البنتي ما بقاتش ديك منار اللي كنعرف، ديك منار النشيطه، ديك منار اللي كتضحك، ديك منار عندها مستقبل، كتقول لك انا غادي نكون بوليسيه، لا ندير مضيفه الطيران، لا غادي ندخل العسكر، لا غادي ندخل. ما بقاتش ديك البنت، ولات منعزله، ما كتاكل، ما كتشرب، داخله البيت وسد عليها وساكته والبكا. وهذا السيد شنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو ولدي كيبتزنا، قال لنا عطينا جوج ديال المليون عاد نمسح داكشي اللي في التليفون، نمسح التصاور. والتصاور كنطلب من جميع الناس، جميع المغاربه يشوفوا هاد التصاور، واش فيهم شي حاجه ديال اللحيه؟ واش فيهم شي حاجه خايبه؟ البنت لابسه كسوه، لابسه سروه ديال جين وتيشورت، كلشي كيلبس هاد الشيء، علاش يدير لها هكاك؟ علاش؟ واش ما عندوش خواتاتو؟ واش ما عندوش مو؟ واش ما كاينش القانون؟ انا كنطلب من الحموتي وجميع السلطات، جميع البوليس اللي في اكادير، وجميع والله ينصر سيدنا هو الاول، الله ينصر سيدنا وتاج فوق راسنا، ياخذ لينا حقنا، لا حقي انا ولا حق جميع البنات اللي كيوقع له بحال هكا. كاينين بنات اخرين لاحهم؟ كاينين اسيدي البنات اخرين، هي بنت جارتي حتى هي لاحها. هذا السيد اشنو يعني واش الغرض ديالو الفلوس؟ انا ولدي مني قالت ليه البنت ما كنعرفوش وهضرت معاه في التليفون، قالت لي مسح لي التصويرات راه عقدتيني في حياتي، اش درت لك؟ انا ما كنعرفكش. قال اعطيني جوج المليون مسحها دابا، اعطيني جوج ديال المليون دابا مسحها دابا. علاش نعطوا لهذا السيد جوج المليون؟ علاش؟ اش دار؟ علاش هاد البنت اش دارت ليه؟ واش هو كيستهدف يعني الاسر اللي شويه؟ اه ولدي اه داك الشيء ولدي اللي بغا. عارف البنت كتقرا في البريفي، عارف البنت باها، عارف لي انا، عارف كيستفد الاسر اللي ماشي معوزه، البنت كتقرا عارفها محترمه، با يوسخ السمعه ديالها، خايف السمعه ديالها توسخ، اعطيني الفلوس جوج المليون. علاش؟ علاش نعطوك جوج المليون؟ هاد البنت الا لقيتيها في حاله ولا لقيتيها في شي حاجه خايبه راه انا اللي غادي نربيها، ماشي انت تلوح لها تصاورها وتبقى تبزنا. اعطيني جوج المليون، راه كيما دار البنت اليوم يديرها لوحده اخرى. ها بنت جارتي حتى هي لحلها تصاورها وكتقرا في الباك، راه حشومه عليه، واش ما عندوش خواتاتو؟ راه انا كنطلب من المخزن وكنطلب من السلطات يدوا لنا الحد لهذا الشيء ديال الفيسبوك، راه حشومه، راه البنات قصيره تيقدروا يتعرضوا. انا بنتي بتنتحر، الجيران دابا كيقولوا ديها للطبيب النساني، البنت ما بقاتش تصاورها وكتقرا في الباك، راه حشومه عليه، واش ما عندوش خواتاتو؟ راه انا كنطلب من المخزن وكنطلب من السلطات يدوا لنا الحد لهذا الشيء ديال الفيسبوك، راه حشومه، راه البنات قصيره تيقدروا يتعرضوا. انا بنتي بتنتحر، الجيران دابا كيقولوا ديها للطبيب النساني، البنت ما بقاتش كتنعس، ما كتاكل، ما كتشرب، ما كتبغيش تخرج حتى لفم الباب، كتقول فهم كيضحكوا عليا. يلاه ولا المدرسه ولدي قربات. البارحه ولدي خرجتها بالزز، قلت لها يلاه نمشي نجيبوا شويه الخضره، راه ما بقاش في الثلاجه، خرجنا كلشي كيشوف فينا، كلشي بحال هاد البنت اش دايره؟ كلشي كيشوف فينا، بدات كتبكي وهي ترجع من الطريق، ما جبناش الخضره ولدي، هاد الثلاجه حله خاويه، رجعنا من الطريق ما تقديناش، وجيت انا وياها وقلت ما جبنا الخضره والو. وشو ها ولدي كلشي كيقول لك كانت رقيقه، لا غلاضت، لا شكلات، ونقول لكم الناس هاد البنت كتاكل رزق امها، هاد اللي عايشه في خير امها، بنت العز ما خاصها والو، واللي بغاها يدير بحالها. انا كنقول لكم من هذا المنبر اللي غام منار يدير بحال منار ويوصل منار. شنو النداء ديالك للسلطات؟ نعم ولدي؟ شنو النداء ديالك؟ النداء ديال جميع السلطات الله يجازيهم بخير، من لابيجي، من البوليس ديال طراس، من البوليس ديال اكادير، كنطلب منهم الله يرحم ليهم الوالدين، والله كل واحد عنده وليداتو يشدوا لنا حقنا. انا كنطلب يشدوا لي حقي ديال بنتي. الله يجازيهم بخير، راه كل واحد يدير هاد البنت يهزها ويديرها بنته. يهزها يديرها في المرتبة ديال بنته. واش بنته باغا تشوه بحال هكا يديرها لبنته؟ أنا كنطلب يشدوا لي حقي قانونيا. أنا بنتي تعقدات في حياتها، ما بقاش باغا تمشي للمدرسة، ما بقاش باغا تخرج، أنا مرضت، بنتي مرضات، واش بقاو مقابلين السبيطار ديالو بسيكاتر؟ ما بقاو يشربوا في الدواء؟ علاه ما على واحد الشمكار؟ يبتز يقول عطينا جوج ديال المليون. عرفناه أسيدي عرفناه. شنو غادي ديرو؟ انتبهوا قانونيا، الا ما تش حقي فقادر نطلع للرباط والا ونجلس حدا البرلمان، والله ينصر سيدنا، الله ينصر الحموشي، الله ينصر جميع السلطات، وكنطالبهم يشدوا لي حق بنتي، الله يجازيهم بخير، الله يرحم لكم الوالدين،
حيت هذا طغى سيدي طغى طغى. ملي شد بنتي وشاب مصور بنتي ومصور جميع بنات عباد الله راه طغى، ما دارش القانون قدامه. واش تصور وحده ليله ولا كاين واحد تصور بزاف؟ لا جوج تصور، وحده لابسه فيها السروال وحده لابسه فيها كسوة، السروال ديال تجي وتشوط وحده لابسه فيها كسوة حتى لتحت بحال جلابه. يقدر سيدي الا ما عطينا جوج المليون يقدر يبقى يلوح في التصور ديالها، يقدر يدير شي حاجه اخرى الله اعلم. يلاه يقدر يدير شي فوتو كوشوب، يقدر يعري هاد البنت في التصاور، يقدر اي حاجه يديرها. الا ما الا طغى هاد السيده راه طغى طغى، ما درش القانون قدامه.